بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 135. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل محمد يقول: كيف تكون الشيخ محاسبة النفس، وهل هي يوميا أم في آخر الأسبوع؟ وما رأيكم في محاسبة النفس في آخر الشهر، وهل للصحابة هدي في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، على المسلم أن يحاسب نفسه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمير المؤمنين، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وذلك بأن تذكر سيئاته وذنوبه فيتوب منها. تذكر ما صدر منه من السيئات من الذنوب في يومه، في ساعته، في شهره، في سنته، يحاسب نفسه دائما على ما صدر منه، ويحدث لكل ذنب توبة واستغفار. نعم، جزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ، الافتراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن افتراق أمته، هل هو في عصرنا الحاضر كما نسمع، أم أنه في عهد التابعين؟ الافتراق حصل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال: من يعيش منكم؟ قال الصحابة: من يعيش منكم وسيرى اختلافا كثيرا. فالافتراق حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر ولا يزال. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالافتراق حاصل من قديم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتطور ويزيد كلما تأخر الزمان، زادت الافتراق والفراق. ولكن الحمد لله طريق واضح والحق واضح لمن أراده. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المسلم يتبع سبيل السابقين من الصحابة والتابعين والسلف الصالح الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ: بالنسبة للإيمان يزيد وينقص، ولكن ما سبب الزيادة وما سبب النقصان؟ سبب الزيادة الطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما حصل إنسان ربه نقص إيمانه، كل ما أطاع الله زاد إيمانه. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد بالطاعات، على المسلم أن يكثر من الطاعات الواجبة والمستحبة، وبذلك يزيد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم أجره. وإذا حصل منه ذنب أو معصية أو مخالفة فيبادر بالتوبة والاستغفار، وإلا فإنه ينقص من إيمانه، وربما لا يبقى من الإيمان شيء، ربما لا يبقى من الإيمان شيء، وينفد الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لم يتعاهده الإنسان بالتوبة والاستغفار والزيادة من الطاعات. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة للرجل الشيخ، عندما يتردد على المسجد ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، هل نشهد له بالإيمان؟ فيما يظهر لنا نعم، نشهد له بأنه يعتاد المسجد وأنه يحافظ على صلاة الجماعة، نشهد له بالخير ظاهرا فيما يظهر لنا. نعم. هذا السائل أبو شهد يقول: أخي رجل صالح، ولكن الشيطان يوسوس له
بوساوس عظيمة ويسألنا أسئلة نحتار فيها أو يحتار فيها العقل وهو خائف وجل، ويقول هذه الأسئلة غصب عني، فبماذا توجهون مثل هذا؟ نوجهه بأن يترك هذه الوساوس وهذه الأسئلة وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يندفع معها وينفعل معها. جزاكم الله خيرا. يقول في الآية الكريمة ويعلم ما في الأرحام، في وقتنا الحاضر تسارع علم تحديد الجنين ذكر أو أنثى، كيف نوجه ونوفق في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام كما في الآية الكريمة، أما نحن فلا نعلم ما فيها، ولو علمنا شيئا من أحوال الجنين لم نعلم بقية أحواله من شقاوة وسعادة وكفر وإيمان وغنى وفقر وطول عمر وقصر عمر، لا نعلم ذلك، إنما نعلم بواسطة الآلات أنه ذكر أو أنثى فقط، أنه حي أو أنه ميت، أنه صحيح أو أنه مريض، نعلم أشياء يسيرة من أحواله ولا نعلم كل أحواله، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا لولا وجود هذه الآلات ما علمنا شيئا عن الجنين، إنما علمنا بواسطة فقط، بدونها لا نعلم أحوال الجنين. جزاكم الله خيرا. الأخ أبو علي يقول فضيلة الشيخ، هل نشتري السيارة إذا كانت منتهية بالتمليك؟ وقرأت كلاما عند المعرض بالوعد بالتمليك. لا يجوز، هذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، لأن الأجار المنتهي بالتمليك عقد باطل، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في أحكامهما، الإيجار عقد مستقل والبيع عقد مستقل، وكل عقد له أحكام ولا يدخل هذا مع هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن، يقول الخادمة وزوجها، من عادتي أن أعطيها زكاة مالي كل سنة، هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كانوا فقراء ومسلمين، إذا كانوا مسلمين وفقراء جائز، بشرط أن لا تحسب هذا من راتبهما أو تعطيهما لأجل الترغيب في العمل عندك من مصالحك، هذا لا يجوز. إذا أعطيتهما لفقرهما وحاجتهما فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول، هل تعلق المشيئة بالدعاء وعند الطلب للشيء من الله؟ لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، بل اجزم الطلب، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم تب علي. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأبو أحمد يقول، جاءتني رسالة يا شيخ من زميل في العمل ترغب في صيام آخر يوم من العام الهجري، ويقول أرسلها إلى زميل آخر تؤجر. هذا عمل باطل وبدعة، ولم يشرع لنا صيام آخر يوم من السنة. الصيام عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو الدليل على أن آخر يوم من السنة يصام؟ من كتاب الله أو من سنة رسوله الصحيحة؟ فهذا عمل باطل، ولا تروج هذه الدعاية، وانصح هذا الذي أرسل لك هذه الرسالة أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا العمل. نعم. الشيخ صالح حفظكم الله، يعني في الوقت الحاضر كثرة الجوالات والاتصالات، هذه الرسائل التي تحث على صيام يوم معين أو ذكر معين، أو يقولون صيام جماعة في ليلة معينة وإرسالها إلى الآخرين، يعني لماذا تكثر مثل هذه الأمور؟ تكثر لأجل ترويج البدع، لأن هناك ناس يدعون إلى البدع ويريدون تضليل الأمة، هم يقصدون هذا، أو من ناس جهال لا يدرون، يحبون الخير ويقولون هذه عبادة، ولكن نقول كل عبادة لا بد لها من دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العبادة التي لا دليل عليها بدعة، قال صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليكم أن تحذروا من هذه الجوالات وما يروج فيها، إما عن تضليل وقصد للإساءة أو عن جهل بأحكام الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عباس سوداني مقيم في جدة يقول، ما رأيكم ورأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ من الذين جعلوا من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تجارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله في كتابه
الكريم وأثنى عليه، إنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد مدحه الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنه وأعلى من ذكره، ونثني عليه بما أثنى الله به عليه. أما الغلو في مدحه ورفعه فوق منزلته فهذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. نحن لا نرفعه فوق منزلته أنه عبد الله ورسوله. نعم. يقول: عندما نصف الرسول صلى الله عليه وسلم بحبيب الله، هل في ذلك بأس؟ وما أحسن وصف؟ هذا قليل، ولكن يقال خليل الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت له الخلة كما ثبتت لإبراهيم عليه السلام. الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فنقول خليل الله فالأكمل من قول حبيب الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الشيخ هذا السائل أبو إبراهيم: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة؟ السواك سنة مؤكدة، فيه فضل عظيم، أطهرة للفم مرضاة للرب، وله أوقات، يشرع كل وقت ولكن له أوقات تكون أفضل، مثل عند الوضوء، عند الصلاة، عندما يقوم الإنسان من النوم، عندما تتغير رائحة فمه، عندما يريد تلاوة القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: عبارة شاءت الظروف وشاءت الأقدار أن يحصل كذا، هذه عبارة سيئة ولا تجوز، يقال شاء الله ولا يقال شاءت الأقدار أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، المشيئة تسند إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أنا أنسى التسمية عند الوضوء، ماذا علي يا شيخ؟ إذا نسيت وتذكرت في أثناء الوضوء سم وأكمل وضوءك، وإذا لم تفطن إلا بعد ما فررت من الوضوء فوضوءك صحيح والحمد لله. نعم. له فقرة آخرة في الوضوء، يقول: إذا انقطع الماء مثلا أثناء الوضوء وجفت الأعضاء، فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟ إذا جفت الأعضاء لطول المدة فإنه انقطع الوضوء، عليه أن يبدأ من جديد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع أبو سامي، يقول: حياة الآخرة يا شيخ حق، ولكن كيف تكون هذه الحياة، وماذا يجب على الإنسان للإعداد لها؟ الحياة تكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، أن يعود الإنسان حيا بعدما كان ميتا، وتعاد روحه في جسمه، ويمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويزاول عمل الأحياء، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، البعث بعد الموت وعودة الأرواح إلى أجسادها، ولكنها حياة ليست كالحياة الدنيا، أكمل منها، حياة لا تنقطع، دائمة ومستمرة. فعلى المسلم أن يستعد في هذه الحياة الآخرة بالعمل الصالح والتوبة من الأعمال السيئة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل ويقول: بالنسبة للنجاسة يا شيخ، هل تطهر بغير الماء، وهل المغاسل التي تستخدم البخار تفي بالغرض من جهة الطهارة؟ النجاسة لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، إن الله سبحانه جعل الماء لنا طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولا يكفي البخار لإزالة النجاسة، فلا بد من غسلها بالماء حتى يزول أثرها، طعمها أو ريحها أو لونها، لا بد من هذا. إلا أن بعض النجاسات مثل الأثر الذي يكون على المخرج من القبول أو الدور، هذا يطهر بالاستجمار وبمسحه حتى يزول أثر الخارج، ويكفي ذلك عن الغسل بالماء. وكذلك النعل إذا صار فيه وطئ فيه نجاسة ومسحه بتراب الطهور والأرض الطهور فإنه يطهر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ إبراهيم ألف ألف يقول بالسؤال عن الدعاء يا شيخ: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه، الرزق والزواج وأمور الحياة، وهل هي مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ الدعاء عمل، والعمل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو من قدر الله، إذا حصل الدعاء فهو مقدر ولا يتنافى مع أقدار الله سبحانه وتعالى،
نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن الذهب، يقول هو محرم على الرجال جائز للنساء، ما الحكمة من تحريمه على الرجال؟ لأن الرجال لا يحتاجون إلى الزينة مثل النساء، النساء بحاجة إلى الزينة، ولذلك باح الله لهن الحلي. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة تحتاج إلى الزينة، وأما الرجل فليس بحاجة إلى الزينة بالذهب والفضة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من سوريا يقول: عندي بعض الأواني الزجاجية المعدة للطعام والشراب، مكتوب عليها آيات قرآنية مثل آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، وغرضنا من هذه الأواني التداوي بها. هذا لا يجوز، وهذا ليس من التداوي الذي ورد عن بعض السلف، إنه تكتب الآية والآيات في صحن أو في إناء ثم تغسل وتشرب غسالة المكتوب من الآيات، أما أن تكتب بصفة ثابتة في الأواني وتبقى فهذا إهانة للقرآن ولا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل عبد الله من الرياض يسأل عن فضيلة الشيخ: قضاء الحاجة في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف العورة. لا يجوز كشف العورة، الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يتوارى عن الناس، أما بجدار وإما بشجرة وإما بمكان معد لقضاء الحاجة كالحمامات ومحلات قضاء الحاجة، فيسر الإنسان عورته. فإذا أراد أن يستنجي أيضا كذلك يستتر عن الناس ويستنجي من وراء حاجز ومن وراء ساتر، ولا يكشف عورته عند الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الأخير: هل يلزم المتوضي شيخا يأخذ ماء جديد لأذنيه أم يكتفي بالوضوء الأول؟ الصحيح أنه يكفي بقية بلل الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فيمسح رأسه بيديه مبلولتين ويمسح أذنيه باطنهما وظاهرهما من بقية البلل الذي مسح به رأسه. هذا سائل فضيلة الشيخ يستفسر عن معنى حديث: لا يورد ممرض على مصح، يقول ما معناه؟ معناه تجنب العدوى، لأن الأمراض تعدي بإذن الله، تنتقل بإذن الله، فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية، والوقاية كما يقولون خير من العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى فعل الأسباب الواقية. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: شيخ، هل العين تصيب الإنسان وكيف العلاج في نظركم في ضوء الشريعة؟ في الحديث الصحيح: العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. العين تصيب إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وتعالج بالذكر وكذلك بالاستغسال، بأن يغسل العائن أو يغتسل العائن ثم يؤخذ غسالته وتصب على المصاب بالعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. له سؤال لفضيلة الشيخ عن السحر، يقول: ما هو السحر وما حكم تعلمه وما حكم التردد على السحرة والمشعوذين في وقتنا الحاضر؟ السحر من عمل الشياطين ومن تعليم الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من تعليم الشياطين وهو كفر، كما قال تعالى عن الملكين: إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. السحر كفر، تعلمه وتعليمه وعمله وهو من عمل الشيطان، شياطين الإنس والجن، فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية والشفاء ويتعوذ بالله من شر السحرة وشر النفاثات في العقد، فيعمل الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو تركي له مجموعة من الأسئلة في رسالته. أولا يسأل يقول: ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الإخلاص لا يقصد بعبادته إلا الله عز وجل، لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا غير لا ولا طمعا في مطامع الدنيا، وإنما يخلص العبادة لله عز وجل، فلا يكون في قصده غير الله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. فقرته الثانية عن الرقية، يقول: هل تنافي التوكل؟ وما هي الرقية الصحيحة التي وردت في ضوء السنة؟ الرقية
هي القراءة على المصاب، وتكون بالأدعية الشرعية من الكتاب والسنة، وهي عمل طيب، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، فهي عمل طيب. الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وسورة الفاتحة رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرقية مشروعة وهي نوع، بل هي أعظم أنواع العلاج من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ في هذه الرسالة، يقول: لماذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ لأنه لا يعلم وقت خروجه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم حذروا لأنه يتوقع خروجه في كل وقت، لأنه لا يعلم خروجه إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أقرأ كثيرا فضيلة الشيخ عن كثرة الطلاق في زماننا الحاضر من بعض الشباب، فلماذا كثر الطلاق وما هو التوجيه بالنسبة للشباب المتزوج حديثا؟ الطلاق خطير وفيه مضار عظيمة تترتب عليه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما يترتب عليه من تشتت الأسرة ومن تفرق الزوجين وغير ذلك من المضار. ويكثر الطلاق في الناس للجهل، بسبب الجهل والتساهل، وأيضا الشيطان يوقعهم في هذه الأمور، لأنه يريد لهم الشر ويريد أن يفرق بين الزوجين، فالشيطان يغريهم بالطلاق. وأيضا سبب الغضب الذي يحصل من الإنسان يتسرع في الطلاق وما أشبه ذلك والجهل، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من كلمة الطلاق أو لفظ الطلاق إلا عند الحاجة. جزاكم الله خيرا. للأخت السائلة أم مريم تقول: فضيلة الشيخ، سمعنا ما أعد الله عز وجل وما أعده للرجال من الحور العين والنعيم المقيم في الجنة، فما للنساء؟ النساء لهن ما أعد الله لهن، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي كل عامل بعمله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الرجال والنساء في الثواب والعقاب سواء، كل يجزى بعمله خيرا أو شرا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو عصام له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: كيف تكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ لأن الإله معناه المعبود بحق، لا إله إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي نفت العبادة عن غير الله وأثبتتها لله عز وجل، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل رمز لاسمه بألف ألف، يقول: لي زميل مقصر فضيلة الشيخ، ويقول: أنا أدعو ولا يستجاب لي، والله يقول عز وجل في كتابه الكريم: أدعوني أستجب لكم. نعم، لا تستعجل، أدعو الله ولا تستعجل ولا تيأس، والله جل وعلا حكيم عليم، قد يعجل الإجابة للعبد وقد يؤخرها لمصلحته، وقد يدخر له من الخير أعظم منها. فالدعاء عبادة وهو خير كثير، لا تسأم منه ولا تستبعد الإجابة، تترك الدعاء. في الحديث: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، قال: وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو ناصر يقول: فضيلة الشيخ، مسافر من بيتنا لمدة 6 شهور أو سنة ويظل الماء في الخزان، فالماء إذا تغير بطول مكثه هل يجوز الوضوء به؟ نعم، إذا لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بطول مكثه أو بسبب المكان الذي هو فيه أو بسبب المواصير يكون فيها نوع من الصدى وما شبه ذلك، فهذا لا يؤثر على طهورية الماء. نعم، استعماله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان على الإنسان أسنان صناعية فهل ينزعها عند الوضوء؟ لا، هذا من التكلف، يتمضمض ولا ينزع. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وهذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء، أخي الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.